تعرفنا على مفهوم قابلية الاشتقاق لدالة عددية عند نقطة من مجموعة تعريفها، ولتكن هذه النقطة X1 أو A، رمزنا لها في الدرس الماضي بالرمز X1، وقلنا الدالة F اشتقاقية عند النقطة X0 إذا كانت نهاية Fx ناقص Fx0 على X ناقص X0 لما X تسعى إلى X0 موجودة ومحدودة، يعني عدد. هذا العدد طلابنا سميته العدد المشتق ورمزت له بالرمز الفتحة عند النقطة X0، وكتبنا الفتحة عند النقطة X0 تساوي نهاية Fx ناقص Fx0 على X ناقص X0 لما X تسعى إلى X0. وتعرفنا على الدالة المشتقة أيضا، الدالة المشتقة من خلال التعريف والمعنى الهندسي للعدد المشتق، حيث أن الفتحة عند النقطة X0 هو ميل المماس للخط C للدالة F في النقطة A التي إحداثياتها X0 Y0. وتعلمنا كيف نوجد الدالة المشتقة بالاعتماد على تعريف قابلية الاشتقاق، لكن هذا الأمر كان صعب. إيجاد الدالة المشتقة بالاعتماد على التعريف كان أمر شاق وصعب جدا، لذلك نحن بحاجة إلى قواعد ثابتة ومبرهنات نطبقها على الدوال لإيجاد الدالة المشتقة لها. لنتعرف الآن على قواعد ومبرهنات الاشتقاق ولنتعلم كيف نطبقها. إذن درسنا اليوم هو قواعد ومبرهنات الاشتقاق. أهداف الدرس طلاب، بعد الانتهاء من الدرس لازم كل طالب فينا يكون قادر على الأمرين التاليين. أول شيء أن يتعرف الطالب على قواعد ومبرهنات الاشتقاق. اثنين، أن نطبق أو أن يطبق الطالب قواعد ومبرهنات الاشتقاق في إيجاد الدالة المشتقة لدالة معطى. أهداف الدرس أن يتعرف الطالب على قواعد ومبرهنات الاشتقاق. اثنين، أن يطبق الطالب قواعد ومبرهنات الاشتقاق في إيجاد الدالة المشتقة لدالة معطى. الكلمات المفتاحية، المصطلحات الجديدة علينا اليوم، قواعد الاشتقاق، مبرهنات الاشتقاق. لنقوم الآن أنا وياكم على تحقيق الهدف الأول. هدفنا الأول اليوم اللي بدنا نشتغل عليه هو أن يتعرف الطالب على قواعد ومبرهنات الاشتقاق. خلينا هلق نتعرف مع بعض على قواعد ومبرهنات الاشتقاق. بداية قواعد الاشتقاق، طبعا جميعنا يعلم أنه يوجد أنواع للدوال العددية، الدوال الجذرية والدوال اللوغاريتمية والدوال الأسية والدوال المتناثرية وإلى غير ذلك. كيف سوف نشتق هذه الدوال؟ كل دالة إلها قاعدتها الخاصة. خلونا اليوم نتعرف على قواعد اشتقاق الدوال العددية. بنعبر عن قواعد اشتقاق الدوال العددية بالجدول التالي. نعبر عن قواعد اشتقاق الدوال العددية بالجدول التالي. جدولنا هو عبارة عن جدول يتألف من عمودين. في العمود الأول نضع الدالة، في العمود الثاني نضع المشتق. في العمود الأول نضع الدالة F، في العمود الثاني نضع المشتق. أول قاعدة، إذا كانت Fx يساوي C الدالة الثابتة، شو هو مشتق الثابت؟ القاعدة تقول مشتق الثابت صفر. إذا كان Fx يساوي C، عندئذ الفتحة X يساوي صفر. إذا كان X يساوي C، عندئذ الفتحة X يساوي صفر. اثنين، مشتق X أس R، اف اكس التي تساوي اكس اس ار، اكس مربع، اكس مكعب، اكس اس ذاتي، اكس اس 2، اكس اس ناقص 3 على 4 الى غير ذلك، شو هو مشتق الاكس اس ار؟ اقول الفتحه اكس هي ار باكس اس ار ناقص 1، يعني الاس بينزل بينضرب بالاكس والاكس بيرتفع للقوه ار ناقص 1. يعني على سبيل المثال انا اذا قلت لك اف اكس يساوي X مكعب، شلون بدي اشتق X مكعب؟ بتقول لي الفتحة X تساوي، شوف الـ R هون 3 بتنزل بـ X أس 3 ناقص 1 2،
فيكون الفتحة x هو 3 x مربع. هيك بدها تصير قاعدة. نقل x أس r هو r ب x أس r ناقص واحد. أيضا طلاب f x تساوي ساين x. من هو مشتق الساين؟ أقول الفتحة x تساوي كوساين x. مشتق الساين كوساين. f x يساوي كوساين x. من هو مشتق الكوساين؟ أقول الفتحة x تساوي ناقص ساين x. مشتق الكوساين ناقص ساين. مشتق الساين كوساين. f x يساوي تانجنت x. من هو مشتق التانجنت؟ أقول الفتحة x هي واحد زائد تان مربع x. فتحة x هي واحد زائد تان مربع x. وكلياتنا بيعرف إن الواحد زائد تان مربع هي واحد على كوساين مربع، والتي تساوي سيكانت أو سك مربع x. مشتق تانجنت x هو واحد زائد تان مربع x، والتي تساوي واحد على كوساين مربع، والتي تساوي سك مربع. قلنا بنا أثناء الاشتقاق بدي منكم العلاقة الأولى، بس العلاقة الثانية والثالثة هدول راح أستخدمهم في التكامل في القادم إن شاء الله. و fx تساوي كوتان x، كوتان جان مشتق الكوتان. أقول الفتحة x هي ناقص فتحت قوس واحد زائد كوتان مربع. وجميعنا يعلم أن الواحد زائد كوتان مربع هي واحد عصاين مربع مسبوقة بناقص، صارت ناقص واحد عصاين مربع، والتي تساوي الواحد عصاين مربع هي كوسك مربع أو كوسكانت مربع مسبوقة بناقص، صار عندي ناقص كوسكانت مربع إكس. إذن مشتق الثابت صفر. مشتق إكس أس آر هو آر بإكس أس آر ناقص واحد. مشتق ساين إكس هو كوساين إكس. مشتق الكوساين ناقص ساين. مشتق التان واحد زائد تان مربع. مشتق الكوتان ناقص تفتح قوس واحد زائد كوتان مربع. وأضيف إليها أيضا إف إكس التي تساوي إي أس إكس دليل سين البري. من هو مشتق الإي أس إكس؟ نقول هو نفسه فتحة إكس تساوي إي أس إكس. مشتق الإي أس إكس إي أس إكس ما بيتغير المشتق إي أس إكس بالاشتقاق. أيضا إف إكس تساوي لوغاريتم إكس. من هو مشتق اللوغاريتم؟ أقول الفتحة إكس هي واحد على إكس. اللوغاريتم بيروح بالاشتقاق. شو اللوغاريتم؟ بيروح بالاشتقاق. أيضا لهون تنتهى القواعد. في عندي دوال رح تمر معي كثير، رح ادرجها مع القواعد مشان اغني قواعد الاشتقاق بها، بأن أقول fx تساوي جذر x، الجذر التربيعي ل x. نأخذها كقاعدة الفتحة x هي 1 على 2 جذر x. هلأ بعد شوي رح نستنتجها ورح نحسبها. مشتق جذر x هي 1 على 2 جذر x. و fx التي تساوي 1 على x مشتقها الفتحة x هو ناقص 1 على x مربع. و التعميم تعميم الجذر، جذر التربيعي fx التي تساوي جذر jx تعميم، بصير الفتحة x هي j فتحة x على 2 جذر jx. طلاب مشتق جذر jx هو j فتحة x على 2 جذر jx، يعني مشتق ما داخل الجذر على ضعفي الجذر. إذا كان x هو جذر jx، عندئذ الفتحة x هي j فتحة x على 2 جذر jx. fx تساوي جذر x هي 1 على 2 جذر x. fx تساوي 1 على x، عندئذ الفتحة x هي ناقص 1 على x مربع. في الحقيقة أنا أدرجت جذر x والواحد على x بقواعد اشتقاق. هدول شو أصلهم؟ هدول من أين هني؟ هني من x أس r. هدول من x أس r. كيف؟ الأس لما يكون كسر m على n فإن هذا المقدار هو جذر، والأس لما يكون سالب بننزل القوة على المقام بتصير موجبة. يعني الأس السالب
يعبر عن الكسر، والأس الكسري يعبر عن الجذع، والأس الطبيعي إكس أس عدد طبيعي يعبر عن كثيرات الحدود. لذلك لدي المعلومة التالية، انظر، واحد على A أس L أو واحد على X أس L هو A أس ناقص L، يعني القوة إذا بتطلع على البسط شو بصير الأس سالب، واحد على A أس L هي A أس ناقص L، والجذر النوني لـ A أس M، الجذر النوني لـ A أس M يساوي A أس M على N. انظر، الجذر النوني لأ قوة M يساوي A قوة M على N، كما ترون جميعا طلاب. الأس الكسري بيعبر عن الجذر، الأس السالب بيعبر عن الكسر، الأس الطبيعي بيعبر عن كثيرة الحدود. لذلك أنا عندي بدي أقول X أس R ما رح يتوقف الأس على 2 3 4 أداة طبيعي، ممكن يكون الأس أعداد سالبي فهو يعبر عن كسور، ممكن يكون الأس أعداد نسبي يعني كسور فهو يعبر عن جذور. القاعدتين، الجذر النوني لأي قوة M يساوي أي قوة M على N، والواحد على أي أس M يساوي أي قوة ناقص. خلونا نعتمد على المعلومتين في اشتقاق جذر X والواحد على X. لذلك أقول مثلا أوجد الدائرة المشتقة لكوب من الدوال التالي، Fx يساوي جذر X. اتفقنا أنه جذر X آخر شيء هو X أس R. أنا عندي اللي بدي أقول جذر X طلاب، الجذر هذا الجذر التربيعي، الX مرفوع للأس واحد معناته هذا X أس نص. شوف الجذر النوني لA قوة M يساوي A قوة M على N، المقام هو رتبة الجذر، البسط هو أس ما تحت الجذر. جذر النوني لA قوة M يساوي A قوة M على N، لذلك جذر X أنا شو بدي أكتبه؟ X أس نص، وبأخذ مشتقه على القاعدة X أس R. إحنا قلنا X أس R على القوس فتحة، المشتق X أس R هي R بـ X أس R ناقص واحد، لذلك أقول فتحة X هي X أس نص على القوس فتحة. نطبق، الار بتنزل تنضرب بالاكس بترتفع للاس نص ناقص واحد، ار باكس اس ار ناقص واحد يعني نص باكس اس نص ناقص واحد. النص ناقص واحد، واحد على اثنين ناقص اثنين على اثنين ناقص نص، معناته نص باكس اس ناقص نص. الاس السالب شو بدي اسوي فيه؟ بدي نزله على المقام مشان يصير موجب، لأنه آخر شيء أنا ما بتعامل غير مع القوى الموجبين. اثنين لحالها موجودة في المقام بتضل بالمقام، الإكس أس ناقص نص بينزل على المقام بصير إكس أس نص. طف عندي واحد على اثنين بإكس أس نص، الإكس أس نص كمان الأس الكسري بدي رجعه لأصله، مين هو أصله؟ الجذر. إكس أس نص هو جذر الإكس، فيكون الجواب الفتحة إكس هي واحد على اثنين جذر الإكس. إذن كيف أنا بدي اشتق الجذور بقى مشان نتفق؟ مشتق الجذر بنحول الجذر لأس كسري وبنشتقه على قاعدة مشتق الـ X أس R. مشتق الـ X أس R هو R بـ X أس R ناقص واحد كما رأينا جميعا. أيضا طلاب نقول Fx تساوي واحد على X، كذلك الأمر بدي عاملها مثل ما عامل جذر الـ X. شلون بدي حولها لـ X أس R؟ الإكس بتطلع لفوق، هي موجودة في المقام إكس أس واحد، تطلع لفوق بتصير إكس أس ناقص واحد، والفتحة إكس هي إكس أس ناقص واحد على القوس فتحة. فتحة إكس هي إكس أس ناقص واحد على القوس فتحة، يعني إكس أس آر على القوس فتحة هي مين؟ هي آر بإكس أس آر ناقص واحد، يعني ناقص واحد بإكس أس ناقص واحد ناقص واحد ناقص اثنين، معناته ناقص واحد بإكس أس ناقص اثنين. فتحة إكس هي ناقص واحد بإكس أس ناقص اثنين، ناقص واحد ناقص واحد ناقص اثنين. الأس السالب شو بسوي فيه؟ بنزله على المقام بيصير موجب، معناته بيصير عندي ناقص واحد على إكس مربع، ناقص واحد في البسط
الإكس أس ناقص 2 بيزع المقام بصير إكس مربع، فيكون الجواب ناقص 1 على إكس مربع. أيضا طلاب لو أنا قلت إف إكس تساوي إكس أس 5 هاي بتتطبق مباشرة، الأس طبيعي يكون الجواب 5 في إكس أس 4، فتحة إكس هي R في إكس أس R ناقص 1 يعني 5 في إكس أس 5 ناقص 1 يعني 5 في إكس أس 4، فتحة إكس هي 5 في إكس أس 4. إذن الجذر والمقام عند اللي بدي اشتقهم شو بعمل؟ برجعهم للإكس أس R. الجذر يعبر عن أس كسري، عن قوة كسرية، الكسر يعبر عن أس سالب، وتطبق عليهم القاعدة. باقي الدوال هلق بعد ما ندرس مباحنات الاشتقاق راح نقوم بتطبيق القواعد عليه. الآن لنتعرف أنا وياكم على مباحنات الاشتقاق. مباحنات الاشتقاق طلاب، شو يعني مباحنات الاشتقاق؟ إذا نحن بدنا نشتق مجموع دالتين، إذا نحن بدنا نشتق طرح دالتين، ضرب دالتين، قسم الدالتين، كيف؟ هي تطبيق قواعد الاشتقاق على جمع دالتين وطرح دالتين وضرب دالتين وقسم الدالتين. عندما نطبق في الواقع، عندما نطبق قواعد الاشتقاق على دوال عددي ناتجي عن عمليات حسابية أجريناها على دوال عددي معين، عندما نطبق قواعد الاشتقاق على دوال عددي ناتجي عن عمليات حسابية أجريناها على دوال عددي معين، نحصل على ما يسمى مبرهنات الاشتقاق، ونعبر عن مبرهنات الاشتقاق بالجدول الثاني. شوفوا طلاب، هون الدالي وهون المشتق. أول شيء F زائد J، أنا إذا بدي اشتق مجموع دالتين قول F زائد J على القوس فتحة، شو بيكون الجواب؟ مشتق الأول زائد مشتق الثاني. مشتق مجموع دالتين يساوي مشتق الأول زائد مشتق الثاني. نفس الشيء لو كان طرح، يعني الاشتقاق بيدخل على الجمع والطرح بدون أي شروط. بدي اشتق جمع دالتين، الجواب مشتق الأول زائد مشتق الثاني، أو في نقول مشتق الأول ناقص مشتق الثاني بالنسبة للطرح. بينما أنا إذا قلت لك طبعاً F زائد G على القوس فتحة هي F فتحة زائد G فتحة. بينما أنا إذا قلت لك F بي جي مشتق جداد دالتين، هلا كمان المشتق بده يدخل على الضرب، بس ما بيدخل على الضرب مثل ما دخل على الجمع والطرح، راح يدخل بشروطه الخاصه. اف بي جي على القوس فتحه يساوي مشتق الاول بالثاني بي جي زائد مشتق الثاني بالاول زائد جي فتحه ب اف. اف بي جي على القوس فتحه هو اف فتحه بي جي زائد جي فتحه ب اف، بيدخل على الضرب بس بيدخل بشروطه الخاصه. اف بي جي يساوي المشتق الاول بالثاني زائد المشتق الثاني بالاول. طيب قسم الدالتين اف على جي، اشتق قسم الدالتين كمان بيدخل على القسم بشروطه الخاصه، واشتق البسط بالمقام ناقص واشتق المقام بالبسط على مربع المقام. اف على جي على القوس فتحه يساوي فتحه بجي ناقص جي فتحه باف على جي مربع. وأيضا طلاب مشتق مقلوب دالي، يعني واحد على F ماذا يساوي؟ واحد على F على القوس فتحة هو ناقص الفتحة على F مربع، ناقص الفتحة على F مربع. في الحقيقة مقلوب دالي أنت فيك تأخذه من قسم الدالتين، الواحد على F اعتبره قسم الدالتين. مشتق البسط بالمقام ناقص مشتق المقام بالبسط على مربع المقام، البسط هو واحد، مين مشتقه؟ صفر بالمقام صفرة، ناقص مشتق المقام اف فتحه بالبسط واحد، يعني ناقص الفتحه ناقص اف فتحه على اف مربع ناقص اف فتحه على اف مربع. اذا صار عندي طلاب مشتق مجموع دالتين يساوي مشتق الاول زائد مشتق الثاني، نفس الشيء بالنسبه للطرح، مشتق جداد دالتين يساوي مشتق الاول بالثاني زائد مشتق الثاني بالاول، مشتق قسم الدالتين مشتق البسط بالمقام ناقص مشتق المقام بالبسط على مربع المقام، مشتق مقلوب دالي يساوي ناقص مشتق البسط ناقص فتحه على اف مربع. واضيف الى المبرهنات ايضا
مشتق عدد في دالي. إذا أنا في عندي عدد حقيقي لامدا، لامدا بإف، حيث اللامدا عددا حقيقيا، أقول لامدا بإف على القوس فتحة. إذا عندي عدد مضروب بالدالي وبدي أشتقه لعدد بيطلع لبرا، لامدا بإف فتحة. إذا لامدا بإف على القوس فتحة هو لامدا بإف فتحة. هذه طلابنا مبرهنات الاشتقاق. مبرهنات الاشتقاق: مشتق مجموع دالتين، مشتق ضرب دالتين، مشتق قسم دالتين، مشتق مطلوب دالي، مشتق جداء دالي بعدد. أقول وفق الملاحظة التالية: ملاحظة، جميع الدوال التي سوف نتعامل معها في كتابنا في البكالوريا اشتقاقية على مجموع تعريفها ما عدا الدوال الجذري. لذلك أقول دوال كثيرات الحدود، والدوال الكسرية الحدودية، والدوال الأسية واللوغاريتمية، والدوال المثلثاتية، كلياتهم اشتقاقية على مجموع تعريفها ما عدا الدوال الجذري. fx تساوي جذر النون إدال أو لعدد x، هدول ما رح يكون مجال الاشتقاق نفسه مجموعة التعريف. أنا بدي أقول لك اشتقاقي على مجموعة تعريفها، أقصد بكلامي إنه مجال الاشتقاق هو نفسه مجموعة التعريف. نعم، الدوال الجذري ما رح يكون مجال اشتقاق هو نفسه مجموعة التعريف. رح تختلف مجال اشتقاق عن مجموعة التعريف بشو؟ بنقطة أو نقطتين، يعني بفتحة المجال وتسكيرته هو أكثر. باقي الدوال مجال الاشتقاق نفسه دي اف طبعاً، ضمن ايش؟ ضمن دراستي في البكالوريا والدوال ده احضر معي. إذن جميع الدوال التي سوف نتعامل معها اشتقاقي على مجموعة تعريفها مجال اشتقاق نفسه دي اف ما عدا الدوال الجذري. ولاحظ طلاب أيضاً الاستمرار هو شرط لازم وغير كافي للاشتقاق. شو يعني هالكلام هذا؟ حتى تكون الدالة الاشتقاقية لازم تكون مستمرة، لازم تكون مستمرة، بس هذا الشيء ما بيكفي. اشتقاق استمرار شرط لازم وغير كافي الاشتقاق. نعم، لازم تكون مستمرة، وإضافة إلى ذلك أشو؟ لازم تكون خطها أملس يقبل مماس في كل نقطة من نقاطه. لكن هذا الكلام ما بيهمك بقدر ما بيهمك كيف بدك تطبق قواعد والمبرهنات الاشتقاق. الآن طلاب راح أطرح عليكم السؤال التالي وفق التقييم الإيجابي برفع اليد. يقول التقييم: اكتب قاعدة الاشتقاق الموافقة لكل دالة، يعني أوجد الدالة المشتقة. fx تساوي لوغاريتم x. عندي براء أحمد، تفضل يا براء. من هو مشتق لوغاريتم x؟ مشتق لوغاريتم x يا بشرى بشر بسام؟ نعم أستاذ، مشتق لوغاريتم x يساوي f فتحة على x واحد على x. أحسنت يا بشرى. إذن مشتق هي الحفظ، مشتق لوغاريتم x واحد على x. أيضا يا بشرى لو سألتك مشتق جذر جي x، من هو f فتحة x؟ منقول f فتحة x يساوي جي x على 2 بجذر جي x. بالبسط أشو عندي جي x إلا جي فتحة x؟ جي فتحة X. تماما، مشتق ما داخل الجذر على ضعفي الجذر. أحسنت يا بشرى. X يساوي جذر جي X، فتحة X هي جي فتحة X على 2 جذر جي X. أيضا زينب يحيى: FX يساوي X أس R يا زينب. أستاذ الأس بإكس أس الأس ناقص واحد، آر فتحة إكس تساوي آر بإكس أس آر ناقص واحد. ممتاز ممتاز يا زينب. الإف إكس تساوي إكس أس آر، عندئذ فتحة إكس هي آر بإكس أس آر ناقص واحد. أيضا يا زينب إف إكس يساوي كوساين إكس، من هو الدال المشتقة فتحة إكس؟ ناقص ساين الإكس. أحسنتي يا زينب. طيب رؤى، رؤى محمد: اف اكس يساوي تانجنت الاكس يا رؤى. استاذ مشتق واحد زائد تانجنت تربيع الاكس.
ممتاز، واحد زائد تان مربع إكس. إذا بدنا نشتق ونكتب هاي الصيغة، طبعا هي بتساوي بنفس الوقت يا رؤى شو؟ تساوي الواحد على كوساين الإكس للتربيع، كوساين مربع إكس، والتي تساوي سك مربع إكس. تماما، ولكن أثناء الاشتقاق أنا أريد منكم فقط هذه القاعدة. أيضا يا رؤى أريد مشتق قسم الدالتين F على G على القوس فتحة. نعم يا رؤى، شلون بدي اشتق قسم الدالتين؟ مشتق F، مشتق ال F ب J ناقص مشتق J ب F على G للتربيع. ممتاز ممتاز يا رؤى، إذا عم تقول لنا رؤى الفتحة ب J ناقص J فتحة ب F على J مربع. شكرا كثير يا رؤى ويا جميع الطالبات اللي شاركونا بالحل وجميع الطالبات الحاضرين. هذا طلابنا ما يتعلق بقواعد ومبرهنات الاشتقاق.